كل متابعينا في اليوم السابع من هنا من مركز شباب كفر الشيخ تربى وتواجد فيه محمود تريزيجيه. وكمان احنا مش واقفين كمان في مركز شباب كفر الشيخ بس اللي هو كان بيتواجد فيه تريزيجيه، احنا كمان خلف منزله، يعني احنا خلف المنزل وكمان داخل مركز الشباب. ازيك؟ الله يسلمك. قول لي بقى توقعاتك للمباراه النهارده. ان شاء الله نفوز ونرجع بالكاس ان شاء الله، عشان نفرح المصريين، فرح اهلي كفر الشيخ بصفه عامه. تقول لي تريزيجيه النهارده واحنا جنب بيته وداخل المركز الشباب كان بيتدرب فيه. نقول له ربنا يوفقك وتستمر بروح القتاليه، والفريق ان شاء الله يستمر بروح القتاليه اللي هو فيها، ونرجع بالكاس. ان شاء الله باذن الله. توقعاتك كم من النهارده؟ ان شاء الله 2-0. 2-0 ان شاء الله. مين اللي هيجيب الجوان؟ ممكن صلاح، ممكن تريزيجيه. صلاح وتريزيجيه، تمام. خليك معانا برضه. كل متابعينا في اليوم السابع بنتابع مع حضراتكم دلوقتي من داخل مركز شباب كفر الشيخ اللي كان بيتواجد فيه كابتن محمود تريزيجيه. ازيك؟ الحمد لله. عامل ايه؟ الحمد لله. تقول ايه بقى تريزيجيه وهو كان بيتدرب في نفس الملعب ده؟ يعني ليا الشرف ان تريزيجيه بتمرن في نفس المكان اللي بيتمرن فيه يعني. تقول له ايه النهارده؟ تقول له ربنا معاه وان شاء الله نجيب الكاس ان شاء الله خير. ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله خير. مين اللي هيجيب الجوان النهارده؟ محمد صلاح. محمد صلاح. جميل. محمد شريف هينزل بديل ويجيب جول. جميل. محمد شريف هينزل بديل ويجيب جول، مع ان زملكاوي بس محمد شريف هينزل بديل ويجيب جول. تقول ايه لتريزيجيه؟ والاهلي ايه والزمالك؟ قعدتني في الارض انت دلوقتي. يبدا بيه، فك من عم مرموش ده، عم مرموش نبدا بتريزيجيه. نبدا بتريزيجيه. اه. ايه رايك لما نقول ان تريزيجيه كان بيلعب هنا واحنا خلف بيته وداخل مركز شباب كفر الشيخ؟ تقول له ايه؟ هو وصل لمكانه يعني مش سهل اي حد يوصل لها، ولاعيب كبير جدا يعني. لعيب كبير. امين يا رب. متوقع مين اللي هيجيب الجوان النهارده برضو تاني؟ قلت لك محمد شريف هيجيب جول. ايوه. وهينزل بديل، مش هيبقى اساسي. ينزل بديل. هو رب يبدا بتريزيجيه. ان شاء الله. ما زلنا بنتابع حضراتكم كل متابعينا في اليوم السابع من داخل مركز الشباب هنا في محافظة كفر الشيخ. ازيك حبيبي؟ الكابتن ماهر العشي طبعا من بين المدربين اللي دربوا محمود تريزيجيه، وانت يعني الصديق الكبير لاخوه احمد اللي هو اهتم بيه. تقول له ايه النهارده وتقول لمتابعينا اليوم السابع ايه؟ اهلا بيك يا كابتن. والله احنا بندعم المنتخب كله طبعا، نتمنى ان ربنا النهارده يكون حليفهم، المكسب يكون حليفهم، والامنيه الخاصه ان شاء الله محمود يكون صاحب الفوز الغالي النهارده بالبطوله، ونفرح بيه كلنا ونفرح بزمايله المنتخب، ونتمنى لهم كلهم السلامه قبل اي حاجه، ويرجعوا بالسلامه ومعاهم التامنه باذن الله. متوقع ايه النهارده؟ المباراة صعبة. صعبة. المباراة صعبة على الفرقتين، مش علينا. المباراة صعبة على الفرقتين. السنغال فرقة كويسة، فيها لعيبة مميزة. احنا عندنا أحسن لعيب في العالم موجود محمد صلاح. عندنا زمايله مرموش وتريزيجيه وحجازي والناس كلها اللي مش هننسى حد. نتمنى لهم النهاردة التوفيق، لكن المباراة تكتيكيا صعبة. اللي هيحافظ على التكتيك بتاعه من اول دقيقه لاخرها بدون استعجال، ان شاء الله المكسب باذن الله يكون حليفنا باذن الله. ان شاء الله باذن الله. تقول ايه لمحمود؟ اتمنى له النهارده ان شاء الله. محمود معرفتنا بيه طبعا احنا قريبين منه، عنده عزيمه وعنده اراده ودايما حابب يفرح الناس، وان شاء الله هو مش هيأثر النهارده هو وزمايله، ونتمنى ان هو يخرج من المباراه بسليم هو وزمايله وبمكسب باذن الله، وربنا يوفقهم جميعا ان شاء الله باذن الله. شكرا كابتن مار العشت، مدرب كبير، وياما دربت محمود تريزيجيه. وقول لي بقى، احكي لي عن احمد ومحمود والعلاقه ما بينهم، اخواته. لا هم طبعا احنا في بلد كفر الشيخ، بلد ارياف، الناس كلها طيبه. هو كمان بصفه خاصه من بيت طيب يعني. هو من بيت طيب. احمد اخوه على فكره يعني، انا ما مرنتش محمود
كتمرين، لكن كان بينزل معاه تقسيمات يعني، كان كنت انا ماسك فرقه في النادي اكبر منه بشويه، فكان احمد يجيبه وينزل معاه مثلا ربع ساعه نص ساعه، كان صغير تمام، فكان باين من بدري موهبته يعني. احمد اخوه اللي بيمرنه يعني، احمد شاف فيه ان شاء الله انه يبقى كويس، والحمد لله بقى كويس، وكان احمد اللي بيمرنه. وطبعا علاقتي باحمد اخوه وبمحمد اخوه برضه، احنا كلنا في حته واحده وفي منطقه واحده، وكلنا اصحاب ونعرف عن بعض كل حاجه، ناس محترمه ناس طيبه. ربنا يوفق محمود وزمايله ويفرحونا النهارده ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. شكرا. ما زلنا كل متابعينا في اليوم السابع مع حضراتكم من هنا من داخل مركز شباب كفر الشيخ اللي اتدرب فيه محمود تريزيجيه، وكان هنا ونشأ هنا. ازيك؟ قول لي بقى، تقول ايه لمحمود النهارده قبل المباراه؟ والله نتمنى يكون صاحب الفوز، صاحب الفوز، صاحب الهدف ان شاء الله اللي خلينا نجيب لنا فوز ان شاء الله. متوقع ايه ان شاء الله؟ ان شاء الله بطولتنا ان شاء الله. مفيش مصر يوصل للفاينل ويخسر ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. كابتننا اهلا وسهلا بحضرتك حبيبي، ازاي؟ قول لي بقى، تقول محمود تريزيجيه النهارده واحنا في المركز الشباب اللي نشا فيه. محمود تريزيجيه النهارده بالنسبه لنا هو ده العيد بتاع النهارده، لما يرفع كاس البطوله وكل كفر الشيخ ان شاء الله وكل شعب مصر هيبقى مبسوط ان هو هيكون ضلع من اضلاع المشاركه في الفوز النهارده، ويرجعوا لنا بكاس البطوله. وطبعا احنا بنفتخر وبنتفخر بمحمود حسن تريزيجيه يعني. انا يعني محمود يعني ممكن يكون ناسي، بس انا اعرف طفولته مع اخواته كده لما كانوا بيسحبوه وكانوا بيجوا مثلا هنا في مركز الشباب او في الساحه الفاضيه ديت في اخر غرب كفر الشيخ. فان شاء الله يعني احنا بنتمنى له يا رب يا رب، وكل اللعيبه النهارده اللي يكون عندهم ان شاء الله العزم والعزيمه ان هم النهارده يفوزوا على السنغال، وربنا يوفقهم يا رب جميعا ان شاء الله باذن الله. شكرا جزيلا. شكرا حضرتك. شكرا جزيلا. كل متابعينا في اليوم السابع، كنا توقعاتكم ايه يا شباب؟ لا ان شاء الله المنتخب هيفوز يعني. اصل يعني عدينا من منتخبات كتير تقيله ومن منتخبات كتير كان متوقع ان هي اللي تكسب، والحمد لله وصلنا للسنغال. بتهيألي السنغال مش هتمثل عائق كبير قدام منتخب قوي زي منتخب مصر، في لاعيبه كتير تقال، اللاعيبه رجاله، في يعني يمكن الروح غلبت على ادائنا ومستوانا في ماتشات كتير قوي، وان شاء الله هنعمل اللي علينا وهنفوز يعني. كل الكلام ان شاء الله باذن الله. باذن الله ان شاء الله. كل متابعينا في توقعاتك ايه بقى؟ ان شاء الله هنكسب يعني ان شاء الله. مين اللي جايب ان شاء الله؟ مين هيجيب الجون؟ توقعات مين هيجيب؟ هو ممكن تخلص ضربات جزاء برده في العاده. مين اللي هيجيب بقى؟ اكيد ابن بلدنا هيجيب الجون، بس يعني نعم الاصابه اثرت عليه شويه لكن ده جزاء كالعاده. وابو جبل برضو يفرحنا بيه كالعاده ان شاء الله باذن الله. شكرا. كل متابعينا في اليوم السابع، رصدنا لحضراتكم من داخل مركز شباب كفر الشيخ اللي كان بيتدرب فيه محمود تريزيجيه، اراء زمايله، اراء احبابه، اراء كمان بعض اللي كانوا بيتدربوا معاه. كان معكم كل المتابعين في اليوم السابع محمد سليمان، مدير مكتب اليوم السابع بكفر الشيخ. وانتوا بتلعبوا كده، السلام عليكم. قولوا بقى يعني من خلال اليوم السابع تتمنوا ايه؟ ان شاء الله نكسب النهارده. مين المتوقع اللي هيجيب الجوان؟ الجوان في الاغلب صلاح ان شاء الله. صلاح معاكم، تعالى لي انت، ازيك؟ عامل ايه؟ قول لي بقى مين المتوقع النهارده اللي هيجيب الجوان؟ الجوان؟ صلاح و تريزيجيه ان شاء الله. ايه رايك لما نكون احنا بنبث النهارده من داخل الملعب اللي كان بيلعب فيه تريزيجيه؟ شعورك ايه وتقول له ايه؟ شعور كويس ان هو ما شاء الله وصل لحاجه عظيمه، ويتمنى ان شاء الله ان في ناس كتيره تطمح زيه وتبقى زيه في المستقبل، وان هو باذن الله يوصل كمان للعالميه زي محمد صلاح وغيره من اللعيبه الكبار جدا في العالم دلوقتي ان شاء الله باذن الله. شكرا حبيبي. كل متابعينا في اليوم السابع، رصدنا لحضراتكم من داخل مركز شباب كفر الشيخ، المركز اللي هو والملعب اللي كان بيلعب فيه محمود تريزيجيه ونشا منه. ده خلف منزله وده منزله. كل متابعينا في اليوم السابع، ده منزله وده خلف منزله. كل متابعينا في اليوم السابع، رصدنا لحضراتكم اراء الناس وتمنياتهم كلها بفوز مصر
على السنغال والحصول على كأس البطولة. كان معكم محمد سليمان مدير مكتب اليوم السابع بكفر الشيخ.